بل من أغرب ما سمع في التاريخ غيرة الحيوانات البهيمية على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المؤرخون أن التتار كان لديهم كلب معروف بشراسته، من الكلاب البوليسية المدربة، معروف بشراسته. وقد جاءهم وفد من النصارى وظنوا أن الأمة الإسلامية قد هزمت وقضي عليها حين قتل الخليفة ومن معه، فجاء حبر النصارى فبدأ يشكك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيه، فاشتد غضب الكلب ونباحه، فقالوا له: ما نرى هذا الكلب إلا يتأثر لما تقول. فكان إذا سكت سكت الكلب، وإذا تكلم تكلم الكلب. وفجأة انقطع حبل الكلب، فلم يستطيعوا أن يمسكوه دون ذلك النصراني حتى استخرج لسانه من رقبته وأكله. وهذا ليس مستغربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا تحبه البهائم فحسب، بل تحبه الجمادات. كان يعتمد على جذع يخطب عنده، وهذا من المتواترات التي لا يستطيع أحد التشكيك فيها. فلما وضع له منبره ووقف عليه يخطب في أول خطبة في يوم الجمعة، حن الجذع، سمعه كل من في المسجد وهو يبكي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واستلم ذلك الجذع، فتردد الحنين في الجذع كأنه صبي يبكي، يتردد البكاء في صدره. لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. فإذا كانت تحبه الجذوع المقطوعة والجمادات، وقد صح عنه بالصحيح أنه يعرف حجرا بمكة، كان إذا مر حوله سلم عليه، الحجارة تسلم عليه وتحبه.